عندما نتحدث عن البرازيل فنحن نتحدث عن البن الفاخر وأساطير كرة القدم وعن بلد السامبا ومدارسها التي تنافس سنويا في أكبر مهرجان في العالم، ناهيك عن جميلات البرازيل بجسمهن الرياضي اللامع وابتسامتهن العريضة. مشاهدينا، انطلقت بالفعل عروض مدارس السامبا في مهرجان ريو دي جانيرو على جادة سامبادوروم الشهيرة. هناك مشاهد زاخرة بالألوان البراقة والرسائل السياسية والاجتماعية المتمردة على واقع البلاد، وتشارك أفضل مدارس السامبا في المدينة بالمنافسة على لقب أبطال الكرنفال، ولدى كل منها ساعة واحدة تقريبا مشاهدينا لإبهار المتفرجين والحكام بعروض يقدمها الراقصون والراقصات من ملابس خارجة عن المألوف على وقع أصوات الطبول. ولكن نسمع مشاهدينا عن مدارس السامبا، ماذا تعني هذه الكلمة في العروض؟ كل مدرسة تختار موضوع أو رسالة ما لتقدمها، قد تكون سياسية أو دينية، فتحت عنوان الحقيقة ستحررك اختارت إيفلين باستوس من مدرسة مانيغويرا للسامبا وجه امرأة سمراء ليكون تعبيرا عن صورة السيد المسيح، وتطرح سؤالا في تلك الرقصة، هو إذا ما عاش السيد المسيح اليوم فما الذي سيدافع عنه؟ مع أي جانب سيكون؟ السامبا من مانيغويرا طرحت هذا السؤال، بمعنى أن لو كان السيد المسيح ولد عصرنا هل سيكون امرأة سوداء أو بيضاء أو رجلا أسود أو قد يكون مثليا؟ وهناك تحفظات على هذه الكلمة. هذه الرسالة صدمت الشعب البرازيلي الكاثوليكي ذا النزعة الدينية، لكن أيا كانت الأهداف والرسائل تبقى رقصة السامبا جهدا وفكرا يضاف لجمال وجاذبية نسائها ورجالها. جوليانا كامبوس إحدى أشهر راقصات السامبا في البرازيل ولندن، تقود مهرجانات نوتنغ هيل جيت الشهيرة، حيث كانت السامبا كوين أو ملكة السامبا في إحدى عروضها في لندن. وهي أيضا جوليانا كامبوس مدربة لياقة بدنية ومدرسة بيلاتيز، ولها رؤيتها في المهرجان. ونحن أردنا أن نعيش أجواء كرنفال ريو دي جانيرو مشاهدينا، ولكن حول هذا الموضوع معنا هنا في استوديو ترندينغ، دعونا نظهر لكم من هنا موجودة. مدربة البيلاتيز وراقصة السامبا جوليانا كامبوس، مرحبا بك. كيف حالك حبيبتي؟ أهلا وسهلا بك جوليانا معنا في حلقة اليوم. مهرجان هذا العام كيف رأيتيه بالنسبة لك؟ يعني من ناحية التعامل مع هذه القصص التي رأيناها. أظن أن الرسالة التي أرادت هذه المدرسة أن توجهها هي رسالة جيدة، وأنا أحببتها لأنهم أرادوا أن يبينوا أن يسوع المسيح يمكن أن يكون أي شخص، ممكن أن يكون أسود، أبيض، هندي، مثلي جنسيا، سحاقي، أو امرأة من أي جنسية وخلفية كانت. فلهذا السبب الرسالة كانت أيا كان الشخص يجب أن يحترم ويعامل باحترام وبذوق، وعلينا أن نكون. طيب جوليانا، يعني ما الذي يقتضيه الأمر حتى تكون راقصة سامبا؟ يعني الخطوات الرشيقة والجميلة، هل يمكن لك أن تظهريها لي قليلا أو تعلميني قليلا منها الآن؟ هل يمكن؟ yes. okay. So now you just should turn الآن يجب أن نلتف إلى اليمين، ضع القدم إلى اليمين ثم اليسار مرة تلو الأخرى بهذه الخطوات أو بهذه الدقائق البسيطة، اليمين ثم يسار، ويجب أن تترافق. على العموم جوليانا سأترك لك الحلبة. ما أريد قوله هو أن في البرازيل هناك كثيرون من الذين نالهم الاستياء من هذه الشخصية التي تقدم بها أو قدم بها السيد المسيح، ولكن علينا أن نفرح وعلينا أن تكون الكرنفال هو سمة الفرح. لك المسرح لترينا بعضا من الرقصات.